أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات الأحد الموافق 7 مايو 7 أيار 2023. توقعات العشرية الأولى هتتقدم النهاردة في الوقت الحالي، هتبقى في بداية جديدة في الوقت المناسب ده، هتأثر على حياتك لفترة من الزمن، وعليه الوقت ده هيبقى مناسب عشان تبتدي بداية إيجابية جديدة. هيبدأ أن عندك مصداقية وإمكانيات كتير تعتبر جوهرية، كل ده هيساعدك علشان تنمي وتشارك طموحاتك الشخصية مع كل الأشخاص اللي بيعتبر قريبين منك. هتبتدي تستعجب عن ازاي الامور ابتدت تبقى سهلة كده، وهتستخدم الفرصة دي عشان تواجه وتنهي كتير من المواضيع. لما تبقى مستعد لمواجهة اوقات كتير فيها توتر هتبقى بتصعب عليك الامور، وهتعرف تعتمد علشان تأيد كل الاشخاص اللي حواليك، لكن لازم تبتدي في انك ترد الجميل فور ما انك تخلصه عشان تعرف تعتمد على مساعدتهم دايما ليك في المستقبل. انت النهاردة هتبتدي تحس باحساس حلو وصحتك كويسة، هتبتدي تحس بثقة كبيرة وانت في بداية شغلك، هتعرف اخيرا تبتدي في انك تطبق افكار جديدة خاصة في حياتك ومستمرة في انها تزدهر. هتستغل عشان تقف في كل المحاولات اللي فيها اكتشاف فرص جديدة. ثقتك في نفسك النهاردة فيها تعتبر معززة جدا، وهتمتد باحساسك بالرضا اللي بتبقى بتحس بيه. توقعات العشرية التانية هتبتدي تحس بالتجديد والحيوية، خاصة لما تبقى بتكتسب وبتشعر بإشارات كتير إيجابية في محيطك. عليك انك تبتدي في مشروعات معتمدة على خيالك اكتر وابداعك الشخصي. بفضل ثقتك في نفسك اللي بتعتبر فطرية ممكن النهاردة تساعد اشخاص حواليك اكتر من اي وقت. هتتحلى بالغرور شوية، ممكن تبقى انت محل عون لكل الاشخاص اللي حواليك عشان يربحوا من التجارب بتاعتهم. انت مفعم بطاقة وتفاؤل كبير، مفيش عجب انك عارف تواجه كل الحاجات اللي بتنجح فيها بسرعة وبكفاءة، وهتثمر فيها نتيجة حلوة على اعجاب كل الاشخاص اللي حواليك، هيبقى واضح جدا وهيعزز من ثقتك بشكل كبير جدا. لكن بحذرك من انك ما تتمداش في اهدافك وما تخليش الغرور يركبك بشكل كبير. الحظ الحلو هيبقى واضح جدا انه هيتحول لسوء حظ لو معرفتش تستثمره. انت هتبقى مفعم بحيوية كبيرة، وهتتمكن من انك تتعامل مع موضوعات مهمة كتير، لان هيساعدك تفكيرك الواضح عشان تنتهي من موضوعك ده بنجاح. حتى في حياتك الخاصة هتبقى بتتضح كل الشكوك اللي عندك اللي كانت مش واضحة، وانت هتبقى قادر علشان تجتاز صعوبات كتير كنت بتتحاشاها في حياتك قبل كده. بناء عليه هيوصلك رد ايجابي جدا على الطريقة الخاصة اللي انت بتحبها. التوقعات العشرية التالتة هتتوقف لوهلة بسيطة، هتعرف تحصر بيها كل الحاجات اللي انت عشتها سواء كان من تجارب مؤخرا او استنتاجات في حياتك. هتتمكن من انك تواجه مسار حياتك بإيجابية اكتر. الوقت مثالي جدا عشان تنفذ مشروعات كتير. هتبقى شخصية ومهنية، هيكون كل الاشخاص اللي حواليك متفهمين ليك وهيتقدموا ليك الدعم اللي انت بتحتاجه، فما فيش داعي انك تبقى الحاجات دي كلها في الخفاء. بالنسبة ليك النهاردة على صعيدك الجسماني والعقلاني هتبتدي تحس براحة اكتر وصحة كويسة، هتبقى متفق اخيرا مع نفسك. انت هتستمتع بكل الامور اللي انت بتقوم بيها، وهتبتدي تقتسم تجارب كتيرة مع كل الاشخاص اللي حواليك. حاجة حلوة هتبتدي تحصل مثيرة جدا للسعادة والاعجاب لكل الاشخاص اللي حواليك، وده من شأنه انه يعزز العلاقات القديمة والجديدة على حد سواء، وهيتيح ليك كل العلاقات دي تأييد واضح انت بتحتاجه لما تبقى بتحس بعدم الثقة في حياتك في الفترة اللي جاية. طاقتك معدية جدا لكل الاشخاص اللي حواليك، لان الوقت مناسب عشان تنفذ افكار جديدة. كل القرارات اللي انت كنت بتأجلها لحد دلوقتي مهمة جدا، لكن على الرغم من كل طاقتك دي لازم ما تتصرفش بتسرع، وانك تكون دايما على دارية تامة بكل العواقب اللي بتبقى تابعة لافعالك. هتفكر في كل امورك النهاردة بعناية كتير.